السيدة زينب وهي تخاطب أمير المؤمنين عليه السلام. خذني وياك خذني يا ضياء العين بعدك مظلمة الدنيا يا أبو حسين. خذني وياك خذني يا ضياء العين بعدك مظلمة الدنيا يا أبو حسين. ما أقدر يا أبو الغالي انظر مسجدك خالي. ما اقدر يا ابو الغالي انظر مسجدك خالي. خذني وياك خذني يا ضياء العين بعدك مظلمة الدنيا يا ابو حسين. خذني وياك خذني يا ضياء الدنيا يا أبو حسين. ما أقدر يا أبو الغالي أنظر مسجدك خالي. ما أقدر يا أبو الغالي أنظر مسجدك خالي. خذني وياك خذني يا ضياء العين بعدك مظلمة الدنيا. I'm gonna make it.